وكان في الخامسة اسمع وثق، الإفك في غزو بني المصطلق. هذا ما ذكرنا من قبل، أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا الطعن في من؟ عندما ذكر أم المؤمنين عائشة في قصة الإفك، هم ما أرادوا عائشة رضي الله عنها، أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم في أقرب الناس إليه، في أبي بكر وفي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأراد الله أن نتعلم ماذا نصنع عند الإشاعات، نقل الكلام. بيت من بيوت الأنصار سمعوا بكلام الناس في من؟ في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فقال هذا الرجل لزوجته، يعني معنى الكلام، يقول: نحن نعتقد أن عائشة رضي الله عنها أفضل منا، صح أم لا؟ تمام. إذن نحن نعتقد أن أم المؤمنين عائشة أفضل منا، طيب هل نحن نزه أنفسنا عن الوقيعة في هذا؟ نعم. إذن أم المؤمنين عائشة من باب أولى منزه عن هذا. ولو كان أحد يقول هذا، أصلا الذي بعد أن نزل القرآن ببراءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي يرميها بما رباها به أهل الإفك، كفر كفرا أكبر مخرج من الملة. فإذا كنا نحن لا نقع فيه، إذن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم باب أولى، صحيح. إشاعات هذه الأيام تسمع وفلان، وتسمع كلام لا نهاية له عن الحكام، عن الأمراء، وصور وأفلام، صحيح. وبعض الناس يتكلم ويتفرج. طيب هذا لو رفع إلى القضاء، أي واحد من هؤلاء رفع إلى القضاء ماذا يصنع به؟ يجلد، المفروض. إذن لو نريد نجلد اليوم، الله أعلم نجلد كثير. إذن عند الإشاعات لا تتكلم، لا تنظر، لا تسمع لهذا الكلام أبدا. الرقبة الآن تسقط بشهادة اثنين، لكن الزنا نسأل الله عافية السلام يثبت بشهادة أربعة. لماذا؟ حافظت هذه الشريعة على ماذا؟ على حقوق، منها العرض. هذا من أغلى ما يملك الإنسان، من أغلى، من تبعيضية، مفهوم؟ أي نعم. فهؤلاء أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم، قدحوا في أم المؤمنين عائشة، هم ما أرادوا عائشة رضي الله عنها وحدها، وبرأها الله سبحانه وتعالى. نعم.